يا عم الملكية مالها؟ الملكية على فكرة، بمناسبة الملكية يا أبو أحمد، السعودية يقال إنها أبرت أو حددت إقامة الشخص الشيخ سليمان العودة، وعوض القرني وعائد القرني والدكتور علي العمري العمري، ثلاثة. السعودية النهاردة الأخبار منتشرة حددت أو إقامة جبرية للدكتور علي العمري العمري والأستاذ سلمان العودة والأستاذ عائد القرني عوض القرني. أنا بس صعبان علي الأستاذ سلمان العودة، أنا معرفش التلاتة على فكرة، وده جهل مني، بعترف وبعتذر ولا أفخر بده يعني، بس أنا مش متابع قوي يعني القصص دي، لكن صعبان علي الأستاذ سلمان العودة، ولأني الأستاذ سلمان العودة مر بمصيبة شخصية من حوالي سنة، يعني من حوالي سنة فقد جزء من أسرته في حادث، زوجته في حادث من سيارة يعني. وساعتها لما سمعت الخبر يعني بصراحة يعني لو كنت عندي علاقة معاه كنت عزيته. فما مرش سنة تقريبا وبيحدد إقامته الجبرية، فكده السعودية بتحدد كل الإقامة الجبرية للدعاء الدينيين، وكده محمد بن سلمان يبدو أنه توحش، ويبدو أنه وصل بيه الجنان إلى مأداة، فبيعتقل رجال دين لا حول لهم ولا قوة في الآخر يعني. يعني ماله سلمان العودة لو افرض أن سلمان طلع شتم بن سلمان يعني، ولا يحصل حاجة. افرض أن عاد القرني مع حفظ الألقاب للأساتذة يعني، افرض أن عاد القرني طلع خطب في جامع القيروان في تونس عن سلمان، مش هيحصل حاجة. افرض أنه كتبوا كتب عن آل سلمان، يا راجل ده في مليون كتاب في السوق عن فساد آل سعود، حراس شخصيين كانوا في حراسة آل سعود كاتبين كوارث والكتب موجودة، هيعمل ايه عقد القرني او سلمان العودة؟ وطبعا كده تفهم انه الباقي بقى بتاع. وانا على معلومة قديمة ان الراجل اللي اسمه محمد العريفي ده، الاستاذ محمد العريفي، الشيخ محمد العريفي، انا بحفظ الالقاب يعني، انا على علم انه من العيد الصغير حب يخرج هو واسرته، قالوا له اسرتك تخرج لكن انت لا. واللي قال لي كده صاحب شركة الطيران اللي كان طالع عليها اسمه ايه ده، هو الشيخ العريفي، والله الذي لا إله إلا هو، صاحب شركة الطيران اللي كان طالع عليها العريفي بيتكلم في التليفون وقفل وقال لي، هو شخص سعودي محترم، قال لي تصور منعوا العريفي في المطار، كان جاي تركيا هو أسرته، قال له أسرتك تطلع بس انت لا. فهم متحددة إقامتهم من زمان يعني، التلاتة هم اللي هم المعلومات اللي تأكدت خلاص، ده الشيخ سلمان العودة، ده الشيخ عوض القرني، ده الدكتور علي العمري. أهو معلومات عن اعتقال قرابة 20 شيخا في السعودية، على رأسهم الدكتور سلمان بن فهد العودة. أخو الدكتور سلمان أكد المعلومة، كتب على تويتر، والشيخ عوض القرني والشيخ علي العمري التلاتة الحقيقة. وأنا بقول لك أنه العريفي قاعد في السعودية بالأمر الملكي. ده مش بس كده، واحد اعتقل ابن عمه يعني فهد بن عبد العزيز اللي هو ابن الملك فهد، عبد العزيز بن فهد، شاب اسمه عبد العزيز ابن فهد ابن عبد العزيز ابن الملك فهد، ده كان المفروض على فكرة ده بوب كبير يعني، تم تحديد إقامته الجبرية في السعودية يعني ابن عمه يعني كده. ابن سلمان ده قبض على أولاد عمه بقى، فإيه بقى المشايخ يعني هيفرقوا معاه في إيه يعني؟ ده بمناسبة يا أبو سلمة الدول الملكية. لكن في دول ملكية زي هولندا زي إنجلترا زي المملكة المغربية، في دول ملكية مختلفة، لكن يبدو أن الملكية السعودية يبدو أنها توحشت وتحولت إلى ملكية على طريقة فرانكو في أسبانيا مثلا وهكذا. على كل حال خلينا نطلع فاصل قصير ونعاود استكمال باقي الحلقة. اوعى تنسى في الفقرة، في فقرة النهاردة اسمها الثورة، فيها الدكتور عطية عدلان، محمد الهامي، عمرو عادل مع حفظ الألقاب. أشوفكم بعد الفاصل. أهلا بكم في الجزء الثاني من عناويننا النهاردة. سريعا كده، العنوان الحقيقة الثاني صعب شوية لأنه عنوان يخص التعذيب في مصر، واللوحة بتاعته صعبة شوية. هي اللوحة جاية من جزء عن تقرير التعذيب اللي كان أو اللي بيحصل في مصر واللي أدانته الأمم المتحدة
والكونجرس زي ما هو شايفين. بعد كده ابتدت حفلة التعذيب. ده جزء من اللوحة دي من تقرير منظمة Human Rights Watch عن التعذيب في مصر. التقرير الحقيقة اللي يعني صدع أركان دولة السيسي. استكمالا للمهزلة اللي بتحصل في مصر دولة اللا قانون، الخبر النهاردة بيقول السفاحون الدغلية تغتال 10 مواطنين بالجيزة، والإنتربول يستبعد القرضاوي وآخرين من القوائم الحمراء بعد أيام من تقارير دولية تتهم نظام الانقلاب بالتعذيب، ودبلوماسيون يحذرون السيسي من مصير البشير، والجبهة الوطنية تنسق لعقد مؤتمر وطني ضد التعذيب بالقاهرة. النهاردة قوات الداخلية، الأمن الوطني والأمن الملوخية، قامت في أرض اللواء في مبابة أو في منطقة جنب مبابة يعني فجر اليوم باقتحام شقة فيها مجموعة من الشباب وصفتهم. يقال كالعادة أن في تبادل لإطلاق الرصاص. كشف أو ارتفاع قتل أرض اللواء العشرة وإصابة 5 شرطيين. كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة لاقتحام قوات الأمن شقة في أرض اللواء فجر اليوم الأحد وتصفية عدد من الأشخاص. وأكد مصدر أن قوات الأمن تمكنت من تصفية 10 أشخاص من العناصر الإرهابية، بينما أصيب حتى الآن 5 من رجال الشرطة، بينهم 3 ضباط و2 من أفراد الشرطة، وجاري إسعافهم بمستشفى الشرطة بالعجوزة. ونجحت في ضبط عدد من الأسلحة وضبط كميات من المواد المتفجرة داخل أوكار العناصر الإرهابية، مؤكدة أن تلك العناصر تابعة لحركة حسم، وكانوا يستعدون لاستهداف الأكمنة والمنشآت الشرطية الأيام المقبلة بعمليات إرهابية. أنا هفترض معاك أولا في الملاحظة في الخبر ده أنه مختلف عن كل الأخبار اللي فاتت، بمعنى أن كل الأخبار اللي تم تصفية فيها الشباب، كل الأخبار دي كان الحقيقة لم يصاب فيها رجال الشرطة. المرة دي الخبر مختلف، أن تم إصابة 5 رجال شرطة منهم 3 ضباط، وده غريب في الموضوع يعني. هفترض معاك ان دول عناصر ارهابية، هنفترض ان دول عناصر ارهابية، فهل بالطريقة دي يتم تصفية الناس بدون محاكمتهم ولا في طرق تانية؟ اكيد الداخلية واكيد الشرطة في دولة محترمة فيها قانون كان عندها مليون طريقة للقبض على هؤلاء الشباب ومحاكمتهم، لكن يبدو ان الداخلية كانت رايحة تصفيهم. وده الفرق، الفرق انك انت عايز توقع عناصر عشان تحاكمهم قدام قضاء محترم، وفرق بينك رايح تصفي اصلا. فاذا افترضنا ان دول ارهابيين، هنفترض نمشي مع العقل يعني ان دول مجموعه ارهابيه، ما ينفعش ابدا تبقى رايح تصفيهم. مؤكد انك انت رصدتهم وعرفت مكانهم، ومؤكد ان هم مش حابسين نفسهم في المكان، بينزلوا يشتروا خضار، يشتروا حاجات، يجيبوا ميه، يجيبوا اي حاجه. فتقدر بمليون طريقه تانية تقبض عليهم وتخش الشقه وتجيبهم صحيين، لكن الداخليه في مصر ما بتعملش حاجه دي. فصفتهم. من ضمن الشباب دول شاب صغير والده نعرفه كويس، والده الدكتور إبراهيم الديب، وهو مدير مركز اسمه هويتي. واستضفنا الدكتور إبراهيم الديب كتير جدا في حلقات، سواء في كلام كبير أو معانا هنا، ورجل محترم جدا ومقدر لدينا جدا. هذا الرجل النهاردة يعني الحقيقة فقد ابنه في العملية دي، وابنه تقريبا عنده حوالي 21 سنة. فدلوقتي هنزع لكم مكالمة تليفون ما بين شخص بيكلم الدكتور إبراهيم الديب وهو بيبقى يقول له خبر تصفية ابنه. اسمعوا معنا المكالمة دي كده. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذا قدر الله، وهو كان يبحث عن الشهادة، والحمد لله أنه نال الشهادة، الحمد لله، ربي قضى وحكم وأنا راضي بقضاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند الله، بل أحياء يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله، الحمد لله، أنا صابر ومحتسب. هتلاقي أي معلومة، هل هو كان مع المجموعة اللي هي كانت في الجيزة، ولا هو قتلوه في مكان تاني وبعدين نقلوا جثته أو إيه؟ والله صامدون إن شاء الله، صامدون ثابتون على نصرة الحق ومقاومة الظلم والظالمين.
وإن قتلونا جميعا، وإن قتلونا جميعا، وإن قتلوا أهلي وأبوي وأولادي جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله، الحمد والشكر لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طمن كل الإخوان وطمن كل الأساتذة أنني صابر ومحتسب وراضي بقضاء الله وفخور بإن ابني شهيد، إن ربنا اصطفى ابني شهيد لنصرة الحق ورفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.